يقال أنه غريب الأطوار، والبعض نعته بالساحر والمجنون، لكن هذا الرجل يا سادة أمضى ربع قرن من عمره في زراعة 250 هكتاراً من التلال القاحلة حول منزله. كيف حصل ذلك؟ منذ أوائل التسعينات بدأ سايدمان الذي يعمل في تربية المواشي لبحث عن حل لمشكلة وقعت في الستينات عندما دمرت الحرائق الغابات العظيمة على منحدر جبل لاو وحولت أشجار الصنوبر إلى رماد. عندها قرر إنفاق أمواله على الأشتال وبدأ بزراعتها حول منزله وفي التلال المجاورة حول القرية رغم السخرية المستمرة من أقرانه ونعته بالمجنون. وعلى مدار 25 عاماً متواصلة زرع بمفرده 11,000 شجرة مستغرقاً الأمر عقداً كاملاً حتى يؤتي العمل ثماره مع نمو الشتلات التي كان يزرعها، وأصبح من مجنون إلى بطل في بلدته.